كيفية اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ تقول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعر رأسه، ثم يصب على رأسه 3 مرات بيده، ثم يفيض الماء على جسده، وهذا بعد الاستنجاء. هذا فعل من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم الشرعي هو صفة الغسل من الجنابة تكون بالترتيب الآتي، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يأتي يرتب، أن يكون يعني يأتي بأعمال غسل الجنابة، النية ينوي أنه يغتسل من الجنابة، ثم الاستنجاء وإراقة البول، ثم غسل ما بين السرة والركبتين، ما بين السرة والركبتين، وغسل كل موضع وقعت في ماذا؟ فيه نجاسة، لأن الإنسان لما يريد يعني يأتي إلى غسل الجنابة لا سيما إذا كان مستيقظ من النوم يرى أنه بعض المواضع أصابتها جنابة. كذلك ثم بعد ذلك الوضوء، وضوء الصلاة، الوضوء كوضوء الصلاة مع المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتأخير القدمين، يعني يتوضأ كوضوء الصلاة لكنه يؤخر ماذا؟ يؤخر غسل القدمين. ثم بعد ذلك تعميم الجسد بالماء، تعميم يعني هنا لما يعني يأتي إلى الوضوء في هذه الحالة كما قلنا يؤخر، وهنا غسل مواضع قبله، غسل ماذا؟ مكان العورة غسلها، ثم بعد ذلك يتوضأ ويؤخر القدمين، ثم بعد ذلك يعمم الجسد بالماء بادئا بماذا؟ بالأيمن قبل الأيسر، وبالأعلى قبل الأسفل، وفي الأخير يغسل ماذا؟ يغسل القدمين اليمنى ثم اليسرى. وهنا بعد أن انتهى له أن يصلي بهذا الوضوء الذي توضأ به.